على الأقل التوجهات العامة، لكن نأمل أن تتحول هذه المقترحات إلى أداة للحوار الفعلي حتى نسهم معا، لأن المقترحات هذه ليست مقترحات إيش نريدنا نعمل معنا نحن كحزب اشتراكي، بل إيش نريدنا نعمل كفوز. لكان الحب نأسف إلى جمهورية ديمقراطية واجتماعية، لكن بيبديش الأساس نتاعها هو المواطنة، فنحن نؤسس لشيء آخر. إذا لم يسهم المواطن بصفته مواطن تونسي حب يطمان على روحه وعلى عائلته وعلى مستقبله، ويسهم في هذا الحوار عبر تخير الإجراءات وتخير المستقبل، باش حتى كي ينتخب المرة الجاية ينتخب انتخابا واعيا. قمنا وشاركنا في العديد من الاحتجاجات، وعلى وزاد كذلك ان الشعب التونسي وقواه والمخالف نتاعو وبصوره خاصه معناها يعني الناس المنظمين من النظام هذا، الناس اللي كانوا معولين على مطالب وعلى وطمعوهم بمطالب وبرانا مش نحققوا لكم معناها سافرين كل شيء مش يتحقق غير شي بركه نهار 24 الناس كلها مش مدخلوا الجنه وإذا بنا معنا في جحيم. احنا فيه حاطين على اربع محاور كبرى مع اللي موجودة معنا في البرنامج، ثم ما هو سياسي، ثم زاد كذلك ما هو اقتصادي واجتماعي اللي ماخذ حيز لباس به معنا في برنامجنا، وبصورة خاصة معنا في المقترحات اللي مقدمينها، مقترحات عملية بسيطة تعتمد على الإمكانيات معناها الموجودة معناها في الموجودة معناها في البلاد، تعتمد على المخططات معناها السابقة ما أنجز في السابق، ومحاولة معناها توظيفه وترشيده معناها حاليا وترشيده في الوضع الرهن باش ينجم معناها يكون عامل متاع التنمية وعامل متاع التطوير وعامل مع الخروج معناها من الأزمة إلى آخره. والله النقاشات تقريبا عموم النقاشات راهي ايجابيه، ونحن متفقون في الجوهر، نحن على اتفاق في الجوهر، خاصه بالنسبه للمرحله الراهنه للمرحله الانتقاليه هذه متفقين، ما عندناش اختلافات معناها تذكر تقريبا. يبقى معناها التكريس العملي لهذا الالتقاء مربوط بتوفير ظروف معناها في علاقة بالأحزاب الأخرى، على خاطر نحب نكونوا معناها جبهة ما هيش بين اثنين أو بين ثلاثة، معناها ماذا بينا تكون جبهة واسعة ذات شأن اللي بإمكانها باش نجم تقنع وبإمكانها باش نجم تكون معناها صاحبة شأن. لذلك أنا ما زالت بعض الحويجات مع الجمهوري مع المسار مع حزب العمل تستكمل، وهو فيما بعد على الأقل الخماسي هذا فيما بعد قد يشهد النور، وقد يكون معناها بعض عناصر أخرى تلتحق، بعض مجموعات أخرى معناها تلتحق، لكن ما زال النقاش معناها في طور معناها في طوره، لا أقول الأول وإنما في طوره التأسيسي. والله ما كانها تحت طلب خارجي ايا كان، تاكد من ذلك، واللي كان موجود هو من عام من المؤتمر الاول معناها في 26 مارس كانوا معناها رفاق معناها يعني طارحين بكل وضغطوا بكل ما لديهم من امكانيات معناها على اساس طرحان قضيه تغيير الاسم وقتها مباشره، مع أني رفضت معناها ذلك، كان ولا بد لنا من مرحلة نتاع نقاش ثم فيما بعد يحسم الأمر، ومعناه يعني جرى النقاش هذايا طيلة معناها العام المنقضي، احنا وصلنا إلى اتفاق معناها عن طريق معناها الاستفتاء، أجرينا استفتاء معناها وكان الأغلبية الساحقة معناها كانت متفقة على تغيير